الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في الرقة، اليوم نقف في هذا المكان ونرفض رفضا قاطعا كل الهجمات التي حدثت على رفاقنا القليلة في جبال كردستان من قبل الفاشية التركي التي تحاول دائما دعمها للمرتزقة والخونة واستمرار هجماتها البربرية على مناطق شمال وشرق سوريا لإفشال مشروعها، لأنه أصبح ناجحا بتوحيد كافة شعوبها ومكوناتها، ويزال الاحتلال التركي مستمرا بهجماته الوحشية لإعادة هيكلية عثمانية جديدة من خلال إتباع سياسة زعزعة الأمن والاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا وتحالفه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بهجماتهم الوحشية على مقاتلي حرية كردستان وحزب العمال الكردستاني بككر الذي يناضل ويقاوم منذ 50 عاما ضد كل الهجمات الاستعمارية. ونحن كحركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في الرقة وريفها ندعو جميع الفئات والحركات الشبابية في العالم عامة وشمال وشرق سوريا خاصة للانضمام إلى حملة هلموا لمعركة الحرية ضد الخيانة والاحتلال بالمشاركة في المسيرة الراجلة التي ستقام في إقليم الجزيرة مدة 3 أيام ضمن النفير العام الذي أعلناه في شمال وشرق سوريا، ونعاهد القائد عبد الله أوجلان وشهدائنا وقوات الجريلا أن نقف أمام كل من يتعدى على أراضينا ويحاول سلب الأمن والاستقرار، ونتفق من مقاومة الجريلا رمزا للحرية والنصر. عاشت مقاومة الجريلا، عاش القائد آبو، هلموا لمعركة الحرية، حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في الرقة وريفها.